السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز ورجعت لكم الحلقه العاشره من لعبه ديمون سولز. لا تنسوا تضغطوا زر سبسكرايب وشكرا على دعمكم بالحلقات الماضيه. الله يعطيكم العافيه، اتمنى توصلون دعمكم، وخلونا نكمل باللعبه الجميله جدا ذي بسم الله. اوكي يا اخوان، خلونا نكمل. بس قبل ما نكمل خلونا اوريكم اخر شيء سويته. صراحه اشتريت كم مهاره من مهارات السحر. اول مهاره يا اخوان اخذتها اللي هي تقريبا، خليني بس اوريكم، ادهن السيف زي كذا. اكيد الضرر راح يصير حق السيف اعلى تقريبا. هذه راح استخدمها يعني لما عارفين يكون عندنا قتال زعيم. والمهاره الثانيه ذي حقت علاج، يعني تعالجني شويه، فصراحه مهارتين اكيد راح تساعدني بشكل كبير. وانا دحين في المكان ذا عارفين، اللي هو البرج، خليني بس اوريكم فين احنا بالعالم ذا. انا دحين بالبرج العاجي عشان صراحه شوف شايف تعليقاتكم صراحه، والله شكرا لكم من كل قلب، يعني قاعد تفيدني بشكل كبير. قلت له عبد العزيز في زعيم هنا، انت فوتته، فشكرا لكم. فخلونا دحين نروح صراحه البوابه دي ما شفتها، خلونا ندخل دحين هنا ونشوف ايش فيه. عشان المزعجه دي والله ما ادري صراحه الزعيم ده كيف نظامه. اعتقد عارفين يجيب بعض المقاتلين ممكن زي كذا نظامه، فان شاء الله راح نقدر عليه. والله طيب قديش، يعني اعتقد كان المفروض قبل كم حلقه العب القتال ده عارفين، يعني وجه الزعيم ده قبل كم حلقه. بس لكن جات خير يعني الحمد لله، دحين انا اقوى كثير. لا الشيء ذا والله يا اكرهه. اديه بخير، والله يا اكرهه زي ما اقول لكم. تشت 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 تشت، والله مره اكره الشيء ذا. اسوي كذا السيف، والله الشيء ذا ترى مره جامد ابن الذين. والله مصيب اني بواجهه كل شوية، شوف اسرع مني كمان ابن الذين. يا ناس والله ترى انا مرة قوي. اديه اديه. روح روح. انتم شايفين قديش نقص مني؟ يا ولد هذا اقوى من الزعيم نفسه، الله ياخذه. بسم الله ونعم الوكيل. والله مرة ذا صراحة ما ينفع له الا كذا. يمديني ادهن السيف ليه؟ عشان انا دهنه كذا ايش فيه؟ طب خلنا نروح نخش فيه. انهيه انهيه. الحمد لله انا هنا. صدقوني ذا اقوى من الزعيم نفسه. الله الله، مع البر الزعيم قريب ترى. حصل على السبعين. لا واحد ثاني، والله مره ما يصير كذا. والله ما اعتقد بدنا اشرد. شوف تألف. الله ياخذك وياخذ ابو العافيه اللي فيك. اشوف ايش بيسوي. عارفين هذه تنقص نص قوتي ف والله ما ادري كيف دي ما جاتني. الحمد لله ما جاتني. كيف كانت فرصتك عبد العزيز؟ اديه. هو ما مت، تمزح معاك انا.
لا والله حرام ما بقي لك الا ضربه يا ملعون. اكيد عاد خلاص دحين زعما راح يكون قدامنا ان شاء الله راح نقدر عليه. بس خلينا اخونا نحط من الاعشاب ذي. خلنا نحط ذي. نسوي كذا خلاص هذا كذا احنا الزعيم. نحط الدرع زين. دي يا سلام. لا سلاح حق خير بكيف كذا. والله ما احس بحاله الزعيم. اخر كذا معقولة تلف؟ الا والله تلف. نرجع لورا. تقول ما هو مره صعب بس الله ياخذ وخرب السيف حقي. شكرا من حط سلاح ثاني الله يهديني. لا والله برا قاعد تصير مره قليل يصير كذا. والله طولين معاه ذا. بس خلاص تقريبا خلصنا نص قوته. سكروب هذي باين تسوي ضرب كبير لازم ننتبه. والله من الذين مره معلم بالسحر. حلوين حلوين كم ضربه بس. ان شاء الله انه هذا القتال فينا يعني ما يتغير. ادري احس صراحه اني قتال سهل زياده. بس اقول نفسي حلو جات فيه الحمد لله. كويس اقرب صدقوا لو ما خرب لي السيف حقي اعتقد اني ممكن كم ضرب ولا راح انهي. دي قطعنا دي والله كم فيها ضربة طيبة بس الحمد لله ما جانا شيء. حلو كم ضربة بس. تبتلف مرة ما نكوين هنا الحين. بعدها خلو خلص تمت زيد بس انهي. الله الله ان شاء الله ضل قتال. خلنا نلبس على السريع. حط نحط الفاس. لا والله ضل قتال. اوكي الحمد لله قدرنا عليه. الطريق للزعيم والله اصعب من الزعيم نفسه. صدقون هذا الشيء اللي لاحظته باللعبه دي دائما الطريق للزعيم والله يكون اصعب من الزعيم نفسه. خلاص الحمد لله هنا شيء هنا. بس خلينا نشوف الصندوق ذا. لا مو صندوق. ودحين نرجع المركز. والله صراحة شباب شكرا لكم من كل قلب على نصائحكم الحلوة. والله الزعيم ذا كنت ممكن ما راح يعني ما كنت راح ادري عنه. بس لكن يعني شفت بالكومنت تقول عبد العزيز في زعيم فوتته فشكرا لكم. دحين خلونا نكمل عندنا اخر عالم. بس لكن اخوان قبل ما نكمل خلوني ادري السلاح حقي. لا والله ما يمديني. خلوني اصلح السلاح. نصلح الدرع اللي لابسه انا ونصلح السلاح. ليش لا؟ الفاس 8 ليش لا؟ الدرع الدرع كمان الدرع اللي استخدمه. بدري اقوي نفسي. ايشو يوم بدنا حبه. والله ما ادري خلينا نحطها بقوه التحمل.
استامنا هذه مرة مهمة. وخلونا دحين نروح نلعب اخر عالم عندنا عشان خلص شايف هذه كلها ترى لعبتها. باقي لنا بس اخر عالم هنا. الصدع الفاسد مرة اسم غريب. ان شاء الله راح نقدر عليه. فباللعبة دي يا اخوان ممكن باقي لنا بالكثير يعني الحلقة القادمة واللي بعدها اعتقد بعدها يعني حلقتين باقي بس بالكثير ممكن او حلقة نختم اللعبة دي. والله الصراحة شباب لعبة جدا جدا حلوة يعني من الالعاب اللي ما ابغاها صراحة تخلص. الله يا لطيف. حلو حلو الاعداء ضربتين هنا ما اقدر عليهم ان شاء الله. شو المكان ده والله باين عليه مكان اعتقد فيه سموم وكذا. يا ساتر يا ساتر والله ذاك جاي جري. خلينا ننهيهم بسرعة. والله بس السيف ذا يستر اللي عليه من ضربة واحدة على طول ننهيهم. اللي هي ساتر هل على سورة طرق كبير هذا ميت كان اذا نزل. والله ما ادري كيف اطلع لك. اروح من هنا اعتقد الطريق من هنا تنزل من هنا. بس اخذ الشيء ذا اللي هنا. حلو بعض الاعشاب. خلنا ننزل هنا تحت ورايا. لطيف الله ياخذك. طب ما طحت الحمد لله. شو الخاتم ده؟ ايش الخواتم اللي حاطها؟ اكتشاف الاعداء. خلونا نحط ذا حق اللي ياخذ ارواح اكثر. يعني الاعداء هنا ما هم مره جامدين زي ما انتم شايفين. يعني ليش لا يعني نحط حق اللي خلينا ناخذ ارواح اكثر. قرب قرب. الاشياء دي والله ما ادري انزل على تحت هنا. في سلم طلعنا على فوق فيها. اجل خلونا ننزل. لها قدام في كثيرين قديهم كذا. يا لطيف انت راح تروح فيها. طيب طب ما عليكم قبعة بس كان المفروض صراحة اصلحها انا عند الحداد ما انتبهت. الطريق ما كان من عند جسر. اوه ساتر. طيب طب نهناهم كلهم ناخذ مسعفة دي نكمل اعتقد الطريق من هنا. قرب قرب. والله انا خايف اطيح بس. نشوف هذا حيطيح كمان. انتبه انتبه. يا ساتر ايش الاشياء دي؟ خلنا نشوف. لا يا سلام لا هذا اللي نبيه. يا ساتر اعتقد معاي اللي ايش اسمه اللي يشيل السم؟ خلينا نشيل دي. يا سلام خلينا نعالج نفسي. الحمد لله. اوه هذي مين؟ الكلمة بين عليها واحدة مسالمة. Such a poor
poor child. والله صراحة يعني عندك أشياء طيبة بس لكن أسعارها والله مرة غالية. والله ما أدري صراحة، كل شيء عنده غالي. والله ما أدري نفسي أشتري منها شيء واحد بس، ونشتري النبتة ذي. فين؟ ما أدري تقول عشان ولدها. You don't deserve to die. So let me give you some advice. This place buzzes with pests fattened on a diet of souls. You could do worse than keep some lotuses for protection. The price of survival can never be too high, can it? Finished already? My little one is a growing boy. Please be generous. والله خلاص، شو اسوي عاد؟ سعرك مرة غالية. ما يمدري اشتري منها زيادة. اوه يا الله تمزح انت هذا. يا الله والله مرة ما يصير كذا. يهو ما نقدر اسوي شيء. اخ اكره للجيران دي. سبحان الله ونعم الوكيل. والله اني داري انه حيكون مكان جدا مزعج. نشيل ذي. فين حقت الوباء؟ والله ما ادري، خلوني احط هنا. اجل عندي ختم ثاني حق ال يقاوم الوباء، بس ما ادري ليه الخاتم ذا من بداية اللعبة صراحة يا اخوان. ماني عارف كيف اشيله، والله ما ادري ليه. ممكن عشان الاشياء اللي شيلها ثقيلة. خلاص خلاص ما علينا. لا شوف البقاي ذاك، يا ساتر. ايوه تعالوا لي واحد واحد. مره لا تيجي انت. والله بان عليه متعافي. لا ولا على ذا كان بيجيني. يا ساتر كانوا بتلموا عليه كلهم بالكوخ ذاك، بس الحمد لله اني ما رحت. خلاص عاد اعتقد باقي ذاك بس. ايوه باقي ذاك بس، راح نخش فيه. يا اخي طول فيه حرام عليك يا اخي. لا لا حول ولا قوة الا بالله. قاعد اقول لك طول فيه. اوكي يا اخوان صراحة مت مرة كثير، بس ان شاء الله الحين راح نقدر عليهم. طيب عندنا اول واحد هنا. اوكي هذول كنت راح يجون دحين. اخ يا اخذك وياخذ ابو الضرر اللي تسويه. خلنا نجي هنا. لا خلنا نطلع لفوق. انتبه انتبه انتبه. نرجع لهنا. والله انا جاي في مكان مره غلط. الحمد لله. والله مع اني كنت مره قريب اموت، بس الحمد لله نهيته. المشكله مكان يعني اللي قاعد اقاتل فيه ولا هو ضعيف. خلنا نحط الاسعافات. ادري اقول اسعافات يا عشان، وزي ما اقول لكم صراحه يعني النقاط اللي كنت مجمعها كلها صراحه راحت. سكن ما علينا خلاص. مكان والله زي ما اقول لكم جدا مزعج. طب ما عليك ما عم تحس السم ذيك كثير. تب تب تب. طيب طب هنا الحمد لله. ساتر عندنا اثنين. اقرب اقرب. ديه راح ياخذهم اسرع مني. لا ما اتفقنا انك تجي معاهم. والله مره ما يصير كذا. خلنا نرجع لورا. فين جي؟ اوكي والله لازم صراحه استخدم
الحجر ذا شو اسوي صراحه. شايفين كيف يا لطيف وننهيه الحمد لله. صدقوا احس لما قوتي تكون كامله عارفين الضرر يجيني اقل. اوكي خلينا الحين نكمل على هنا. والله مشكله اللعبه دي ما فيها شيك بوينت تموت تعدوك من البدايه. انا بس اشوف معي اسعافات انا ما استخدمت هذا ذا. بس خلونا اخوان اشوف هذا يزيد من مقاومة اعتلال الحالة مؤقتا. والله صراحة ما ادري اعتقد انها تعالجني ممكن. طيب اخذ من الاعشاب ذي. اعتقد انه قتلت زعيم. بس اكون جاهز. والله اعتقد انه يسممنا وكذا عارفين. اي هذا كيف نظامه ذا؟ بنزله اعتقد لازم نزله. والله اظن بدا يطلق علينا من بعيد. فين نزله؟ اظن من هنا. والله ما ادري شفت نزله كذا امان. كلها تقريبا تسوي له ضرر. ايش بيألف؟ اوه اخ يا اخذك. عارف المكان انزل يا لطيف خلنا ننزل من هنا. فين رخيص؟ دي كذا؟ يا سلام استر ولا النبي. طرد طيب والله. بس اقوي نفسي. انتبه. وخر عنه. نسوي ضرب مره كبير. قصتنا انتبه. اياه صدقوا لكم ضربه طيبه بس ان شاء الله راح ننهي. وخر ان شاء الله راح ننهي شيء. قوته تزيد امزح معاك انا. فجر اول محاولة ناخذ الاشياء دي. اعتقد القتال كان حيكون اصعب يعني بشكل مرة مرة كبير لو اني جيت هنا بداية اللعبة. بس عارفين اني جيت هنا وانا يعني الحمد لله مستوى حقي مرة عالي. الحمد لله ما عندنا معاه. ناخذ الاشياء دي. وشايفين السحر ذا اللي تعلمته عارفين حق اللي ادهن السيف خليه اقوى اللي زي كذا يعني. هذه راح تساعدني بشكل مره كبير بقتال الزعماء الصراحه. يعني شيء مره حلو صراحه يعني اضافه مره حلوه. من الحمد لله استخدم السحر. خلي بس اشوف هناك ايش فيه. ألف والله ما هي مره كثير. بس بتاكد يا اخوان الشيك بوينت ذي. ايوه خلاص خلنا نكمل. ف 13000 صراحه احس انه يعني خلاص بدنا نكمل ان شاء الله ما راح تضيع. اصلا ما يمدي لي اقوي نفسي ب 13000 ذي. بس عشان اخوان قوتي تصير كامله. له دقيقه نرجع هنا سريع. كيف عشان السحر يصير كامل والقوه تصير كامله كله تمام. خلاص خلنا نكمل دحين. شوف انا جيت من هنا. فما ادري صراحة العالم ذا قديش باقي فيه. اعتقد لسه والله باقي جهة. مو معقول الزعيم ذا وخلاص. بس باذن الله الجهة اللي دحين بروحها ما هي جهة مزعجة زي اللي كنا فيها. فان شاء الله هذه اسهل اللي دحين بروح لها.
والله هو ما في شيء سهل باللعبة دي عارفين. كنا قلنا لها جيها ما تسممك وكذا. ليش المكان ذا؟ والله أعتقد إنك تروح لنا هناك عارفين عند النار هذيك اللي قدامنا. والله جهة مرة كبيرة شوفين قديش. والله نفس الأعداء. الله يا أخي. حط الدرع من حط الدرع. فين هذا؟ فين سمع صوته بس فين؟ خلونا ناخذ الشيء ذا اللي هنا. أعتقد بدنا نرجع أطلع. مداك لا يا شيخ حرام إلا والله مداك. صدقوا ألعاب السولز كلها الماضية. دارك سولز وبلاد بورن صدقوا يعني صدقوا لي ما كان مداك تطلع الطلعة دي اللي دوبي سويتها. فذا دحين من هنا ما بدنا نروح. ما أعتقد بدنا نروح. ناخذ الشيء ذا. لا اي هو كيف كذا ما يمديك تمشي. ابغى يدحرج ترى ما ادري ايش قاعد يالف. والله اعتقد في حشرات هنا مره مزعجه. لا والشيء ذا سام كمان. والله مره مو ذا اللي نبيه. نقته ذا. نروح نطلع هنا. اوكي نقوي نفسي اكثر. تعالي واقعد. الله يا اخك هيا هي قبل ما تتسمم يا اخي. الدحرج ابغاك تدحرج حرام عليك. ايش قاعد تالف؟ المشكله ما في عداد كذا يوريك انك قريب تتسمم فجاه يجيك. اروح من هنا اعتقد نتبع النار الشاديه انتبه منها. لا كم واحد هم؟ انا كيف بعدي دحين؟ اشوف كذا ما اعتقد جمدين. لك ما هم جمدين. والله ما هم جمدين. والله حالة صعبة. خذ امشي امشي. طب امشي امشي. طريق سيدة يا اخوان. روح سيدة الله يعين ساعد. هذه اقصى سرعة طبعا. والله شكلي بستخدم السعفات دي. يا ساتر والله الطريق ما راح يكون سهل. لا والله ما ابغى استخدم دي. خلاص خلاص ما علينا. نكمل عليه هنا. لا لا تقول لازم اروح سيده. والله الجهه دي مره صعبه. انا كنت اقول الجهه الماضيه صعبه. اجل شوف دي كيف اصعب كثير. والله ما في وقت اقتلهم. مالي الا اني ايش امشي كذا. ان شاء الله الطريق انه من هنا ما اكون غلطان. والله اعتقد من هنا. هيا هيا لا حول ولا قوة الا بالله يا اخي امشي هيا. طيب كذا عالجت نفسي. والله ما ادري الحين متى نروح. اعتقد لازم اتبع النار. والله في اشياء طيبة هناك بس زي ما انتم شايفين صراحة مرة صعب اجيبها. كيف حتى لو ابغى اقتلهم صراحة شيء مو سهل. لا شايفين اللي هناك مستنيني. اللي هناك كمان البعيد. والله جهة مرة كبيرة زي ما اقول لكم. طيب ان شاء الله اقدر عليهم. امشي 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 امشي. خلاص ما لازم تقتلهم. امشي امشي. اعتقد الطريق من هنا. والله مرة الطريق مو سهل. صدقوني اصعب شيء باللعبة دي الطريق صراحة. الطريق دائما صعب. شوف ده جاي متحمس الله ياخذه. طب تعال تعال. ايه ماني شايف. وخ وخ كم جانا شي يا اخوان. لا يا اخي ايش حاط الدرع انا. خلو خلو يقرب. بدك تدي طعنه. والله ما ضمدك. اي يا اخي بعيد عنك. الله ياخذك. كيف جاتني؟
والله مره جامد ابن الذين يقطعنا كذا. كيف ما جاء شيء ولا يضرب خلاص هي. اوكي الحمد لله انا هنا ناخذ الشيء ذا. والله مشكله السعفات قريب تخلص. خلينا نعالج نفسي كذا ايش معي من اعشاب. والله معي من دي حبه. طيب اعتقد الطريق سيده. والله ذاك نفسي اروح اواجهه. ما في فين جيت. خلينا نشوف بده هنا ايش فيه. اوه كيف كذا؟ معقول الزعيم من دحين؟ والله اعتقد اني جاهز. ما ادري صراحه انه ممكن مو زعيم. خلينا ندخل نشوف. مو زعيم. يا ساتر راح يشرب اعتقد سممك. والله ما ادري الطريق الاساسي من هنا. اعتقد انه من ورا. بس خلينا نشوف ايش فيه. لا تطيح. لا حول ولا قوة الا بالله. ايش قاعد يصير فينا انا؟ اكثر مصيبة نزيف. اي ايش خذها ما مات لسه. خلاص يا اخذك يا شيخ. سيبه سيبه سيبه. بس امشي بس. والله مكان مرة مزعج. اوكي تعالوا هيا يا اخي حرام عليك. انهي وريحنا. طيب نهايته. خلونا ندخل. خلي قوتي كامله عبد العزيز. هيا حرك. خلونا نبدا اقتل دولي. الحشرة اللي قاعد تلاحقني. الحمد لله. الاشياء دي هلا ما خطر. هذا شو هذا؟ اعتقد ادهم فيه اللي هو السيف. اعتقد لازم انزل من هنا. اوكي خذ الاشياء دي. حلو. خلونا نقوي نفسكم زيادة. لا شوف الحشرات انا قديش. والله مرة كثير. والله ما ادري ايش رود ولا ايش النظام يسوي. صراحة ما ادري. طيب طب هذي جات. ايش استغفر الله. لما يسوي زي كذا ترى انا بايد دحرج. ما ادري ايش يالف هو. يا سلام قتلتهم كلهم. الحمد لله. والله مكان مرة مو سهل. شوفوا أصعب من اللي قبله صراحة. مسكه مقدور عليه إن شاء الله. يا أخي حرام عليك شطيح هذه الغبية. ما يقدر أطلع من هنا. خلاص مسكه من هنا. أقدر أطلع. قتل الحلزون ده. خلت كل الاعداء زي كذا. مره بطيء ضعيف. اعتقد قدام في عندنا قتال زعيم. بس والله ما ادري ورا احس فوت اشياء. لا اثنين. طيب طبعا اوريكم ايش راح اسوي. اديني من السكاكين ذي. اوكي ان شاء الله واحد اللي يشوفنا. عشان لو شافونا اثنين ترى مصيبة. او يعني عارفين مدان اتجنبهم وروح للزعيم سيدة. والله ما ادري ايش لازم اسوي دحين. كيف نبني اسعافات 19. والله مو مرة كثير.
ان شاء الله يجي لحاله. لا والله ما ابغاك تسوي كذا. تعالي 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 هنا. يا لطيف والله مره جام. طيب ان شاء الله مقدر عليه. لا هذا جات فين يا اخي، حرام عليك حط الدرع. تعال تعال هنا. مره ابغى اموت. معالج نفسي. يا ساتر الضرر. ساتر الضربه بس. والله الثاني شكلي راح اتجنبه. مش كل شيء اللي وراه ذا ما ادري ايش يطلع. ماشي خلو خلو يقرف. والله اتوقع من النوع اللي يمسكك عارفين كيف يسممك. هنا هنا تعال هنا يا عبيط. خلاص وخر عنها. اوكي والله ذا صراحه ما راح اواجهه. هنا ان شاء الله انه ما يلحقني. ادخل لي هيا ندعس كذا. لا مو معقول لحقني لين هنا. ايش خلاه يا اخ لك بشتري منه هذي. تعال 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 الحق لين هنا امزح معاك انا. خلنا نجيبه هنا. والله ما ادري فين اجيبه، اتوقع هنا افضل شيء. سريع قول لي خلنا نجيبه هنا. والله ضرب مره صراحه قليل. شوف كيف جيت في المكان ذا راح اتسمم، شوف هنا افضل شيء. والله مت هنا بطريقة مرة غبية. اشوف ايش عندها. كم حبة من يشتري 23؟ والله مرة تمام. تقول لعن ابو شكلك فينه ذا؟ ولا عليهم افضل عذالي. جوني فجأة. صراحة انا بشتري فيها كلها عارفين؟ من الاعشاب. عشان ما بقي معايا. فخلاص ايوه بس خلينا نشوف ايش عندها كمان. صدقوني اشتري من الاعشاب دي. هذه كم حبه بدنا نشتري؟ 11. لا خلينا نشتري من دي. صراحه كلها بشتري فيها اعشاب. الباقي خلينا نجيب فيه. والله ما بقي معايا اصلا الا 500. Finished already? I only want my dear boy to be happy. خلاص خلاص خلنا نكمل دحين. الحمد لله مع اسعافات كثير مرة تمام. نقتل ذا اللي هنا. حلو حلو. اعتقد الطريق الاساسي من هنا. فين فينه؟ تمام هنا الحمد لله. ياهو انتم فين تطلع الله ياخذكم. خلنا نقتل هنا. الله ياخذ ابو الحوال اللي فيك. تعلي هنا ملعون تعال ناخذ الاشياء ذي. هي لسه في كمان. طيب ان شاء الله عبد الضامين بيطلع لي. يا لطيف والله كثيرين. انا راح اقتل ذا. طيب طيب عندنا كم واحد هنا. الله والله مره كثيرين. كنت اقوى نفسي.
طيب تطرق من هنا. والله اعتقد السم لو جاء فينا مصيبة. ولا اتبع النار على طول مني يعني اتبع النار خلاص يعني راح نمشي بالطريق الصحيح. مستحيل ذا الحال وشوف في واحد هناك كمان. لا في واحد وراي كمان حاله ذا راح اقتله. لا 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 ان شاء الله طيحه خفيفه. اخذكم يا ملاعين. مشكلة انسى انه ما يبدي يدحرج. لا يقول لي منك تطلع من هنا. الحمد لله اياه. صراحة بلعبة دارك سولز لما يجيك سم يعني فترة معينة بس ويروح السم من نفسه، بينما بلعبة ديمون سولز لا يا حبيبي جاك سم خلاص ما يروح منك، لازم تعالج نفسك عشان يروح. احنا لازم نطلع على فوق. والله ما ظنيت بدا يطلع من هنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يطحطح مره غبيه. اعتقد لازم نروح من هنا. لا شوفوا كم واحد هنا. طيب طب قتلته. الشيء اللي هنا ما ادري كيف يجي. والله ما ادري خلاص خلاص نكمل. يعني صراحة كمان من الاشياء الصعبة بلعبة ديمون سولز انه ما في يعني شورت كات، ما في طريق مختصر، ما في شيك بوينت. كل الالعاب حقت فروم سوفت وير ديمون سولز ودارك سولز مو ديمون سولز بلاد بورن ودارك سولز كلها صراحة فيها زي ما تقولوا شيك بوينت خلاص يعني مكان يعني قربك تقريبا. ما ديمون سولز مرة ما فيها اي شيك بوينت. وانت حبيبي ارجع من البداية. ما تدرون الشيء ده صراحة قديش متعب. بس كده ايه ما عرفت انه راح. خلونا نقتله. هيا كلك ضربة يا ملعون. هيا يا ساتر انا فين اروح ولا قبل بدي اخذ الشيء ذا اللي تحت هنا. حلو الحمد لله اسعافات. خلينا ننهي ذا. طيب يا شباب انا راح انهي الحلقه هنا. ما شاء الله الجهه دي مره طويله. الحلقه القادمه احتمال كبير راح تكون الحلقه الاخيره. فالله يعطيكم العافيه على المشاهده. باذن الله راح نكمل الحلقه القادمه. اتمنى ان الحلقه هذه نالت اعجابكم. واذا نالت اعجابكم لا تنسوا تضغطوا استغفر الله. اذا نالت اعجابكم لا تنسوا تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب. وانا باذن الله اشوفكم في الحلقات القادمه. في امان الله.